دور ال 32 من مسابقة كأس مصر هنا من استاد السويس الجديد. الزمالك وحرس الحدود، حلوة الكورة، محاولة حسن يوسف مرة تانية، حسن ممكن يشوط، يشوط يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، حرس الحدود يضرب بالهدف الأول، برافو حسن يوسف، تسديدة صعبة على أبو جبل، هو أول أهداف اللقاء. الحرس يتقدم ويفاجئ الزمالك في الدقيقة 9، الحرس يبصم على الهدف الأول، هو حسن يوسف. 1-0. واقف فرجاني ساسي على تنفيذ الضربة الحرة لمصلحة نادي الزمالك، و18 دقيقة وطرد مبكر لأحمد الطاوي. يا الله يا الله يا رايق يا رايق، لا ده أوباما، ده يوسف أوباما، يغفل المخرج ويغفل كل اللي في الملعب ويسجل من ضربة حرة مباشرة. عفريت العلبة ظهر يا رجالة، هو يوسف أوباما اللي يسجل هدف التعادل دلوقتي للزمالك. يا ولد يا أوباما، شيفو ينزل في وسط الملعب لفرجاني، يا ولد حلوة حلوة حلوة. حميد أحداد سقوط جوه المنطقة وركلة جزاء بيحتسبها حكم المباراة عمرو رمضان، ركلة جزاء من نصيب الزمالك، وحميد احداد اللي قدر ياخدها بذكاء ويحصل عليها بذكاء، وبيتقدم محمود ويسجل الهدف الثاني للزمالك. محمود علاء يبصم على الهدف الثاني في الدقيقه 51، الزمالك يتقدم بركله جزاء، ومحمود علاء يستعيد الثقه ويسجل هدف من علامه الجزاء، 2 الزمالك 1 حرس الحدود. كرة أمامية، لمسة في أقصى الطرف الأيسر، مرور ناجح المرة دي، هرب إسلام جابر، سقوط جوه المنطقة وركلة جزاء لمصلحة الزمالك، ركلة جزاء لمصلحة الزمالك يحسبها عمرو رمضان دلوقتي، وركلة جزاء وفوزي واقف وعلاء وفوزي ومحمود علاء يسجلها في نفس الزاوية، لكن المرة دي راح لها محمد فوزي، والهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 68 عن طريق محمود علاء، 3 الزمالك 1 حرس الحدود، لكن مجهود كويس. ثمن نهائي دور ال 16 للبطولة الأقدم والأعرق كأس مصر لكرة القدم، الزمالك الأبيض والخطين الحمر، الإسماعيلي الأصفر والأزرق، وبالفعل الكرة اتقطعت، وبالفعل الكرة تكافئ سيف الدين الجزيري وتروح له، شيكا يا ولد، انفراد، الله، أول أهداف اللقاء هو بن شرقي، مش بن شرقي أبدا، مش بن شرقي، ده بن شرقي وبن غربي وبن شمالي وبن جنوبي ومن كل الاتجاهات، من كل الجهات الأصلية يسجل من كل الاتجاهات ومن كل الأماكن. بن شرقي يتلقى تمريرة شيكا السحرية، مزيكا من شيكا، أسيست رائع من أبو آدم بقدم يسرى لا تخطئ الطريق أبدا. وهنا دور الثمانية من مسابقة كأس مصر في لقاء مرتقب يجمع بين نادي الزمالك في مواجهة نادي مصر للمقصة. لمسة أمامية، أشرف بن شرقي مع الكرة، أشرف عايز يعدي وقدامه عاصم سعيد، حطها حلوة عند عبد الشافي، عبد الشافي عرضية متقنة حلوة لسيفي، هيئة حلوة لأوباما، وهو الهدف الأول، هو الهدف الأول، عبد الشافي يصنع وسيف الجزيري يعدل ويوسف أوباما يسجل الأول للزمالك. عبد الشافي لعب العرضية، يا ولد يا سيف يا جزيري، يا ولد يا سيف الدين، أدي عبد الشافي، البركة حلت على الكرة من لما لمسها عبد الشافي في العرضية، وهنا ريحها سيف الدين للزيري، وادي الكرة عند أوباما اللي يحطها بذكاء واقتدار، سلم الكرة عند عبد الشافي، عبد الشافي لف العرضية العالية وأوباما مرة تانية، قلت لك كلمة السر، هو عبد الشافي، هو عبد الشافي اللي يلعب العرضية، والمرة دي أوباما هو اللي يسجل الهدف الثاني. يا ولد يا عبد الشافي، لعب العرضية وأوباما براسه، يا لعيب في المرمى، الهدف الثاني للزمالك، 2 الزمالك لا شيء مصر الا المقصة، عبد الشافي يصنع وأوباما يسجل. قلت لك الزمالك إذا أراد أن يخترق مصر للمقصة فلا يوجد لديه إلا الأطراف، وبالفعل من على الطرفين. دور قبل نهائي كأس مصر، الزمالك وأسوان، الفريق الأسواني انطلاقة من جديد وعرضية، مش ممكن، القائم تاني، جول جول جول، الفريق الأسواني يتقدم من أول كورة ومن أول هجمة، جده يحاول ينقذها، عواد تترد الهجمة وبعرضية نموذجية من الجهة اليسرى من محمد رزق،
والكرة بالراس القائم ينوب عن عواد في حراسة مرمى الزمالك، لكن في النهاية تأتي المتابعة من جده هو محمد ناجي جده يسجل بالفعل. او شوف ادي الرأسية ايه ورجعت له تاني يتابع كرته بنفسه. محمد ناجي جده ناشئ الزمالك السابق اللي انتقل الى شربين والبلدية والعالمين. زيزو من ناحية اليمين وبقدم اليمنى، زيزو يلعبها عاليو جول. الراية تلغي التعادل، الراية راية محمد زناري. قال لهم اهدوا خالص، فيش حد يتكلم، اللعبة بتتراجع، كل شيء مدروس، كل شيء مظبوط، فيش اي مجال لاي. ده الخط الازرق كان سابق، الخط الازرق سابق، يبقى الخط الازرق مغطي الخط الازرق للمدافع. اذا محمود علاء يتعادل للزمالك بعد متابعة. بقول لكم الكرات الثابتة، الضربات الركنية هي كلمة السر في هذه المباراة. ادي زيزو وادي الرأسية وادي المتابعة من محمود علاء. لا مجال للتعادل في نهاية اليوم، في نهاية الليلة، في ختام هذه السهرة الكروية. لابد من فائز. اوباما حطها حلوة قوي، زيزو والناحية التانية فاضي فاضي فاضي. بن شرقي يجري ويستلم، اشرف، جول جول جول. اوباما يسجل التاني سريعا، في دقيقتين سجل الزمالك هدفين، يعود بقوة يقلب تأخره لتقدم، من التأخر 1-0 للتقدم 2-1 بهجمة مرتدة نموذجية. واليوم القمة رقم 32 في تاريخ المسابقة بين الأهلي حامل اللقب والأكثر تتويجا بها 37 مرة، والزمالك صاحب 27 لقب. ناحية اليمين استلام من حمزة المثلوثي، طويلة وعميقة في اتجاه الجزيري، خطيرة يا شناوي، طلع تعمل ايه؟ والجزيري مرة تانية وعرضية خطير، وهوبا والهدف. يا نهار ابيض يا زيزو، حلوة وخطأ لا يغتفر من محمد الشناوي، طالع بدون اي داعي، وكرة روعة. كمل فيها الجزيري، 3-1، لكن واحد يكسب، زقاه وطلع الزبون لبره، الشناوي عايز يرجع، هوبا، اي 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 اي، حلوة. والاشتباك يتم فكه مبكرا للغاية، وفي الدقيقة 6 عرضية روعة من النجم الكبير قوي سيف الجزيري، عرضية وانقض عليها زي الصقر زيزو. من ناحية شمال انطلاق، ودي واحدة خطيرة، يا نهار أبيض يا جزيري، مش ممكن، مش معقول، ولسه منتهى الخطورة. أشرف بن شاري خطير، عرضية وهيلعب وبالعرض ويلمها مرة تانية ويحطها واحدة والتانية، وهوبو، يا ليلة زرقة. إمام عاشور في الدقيقة 30، وضع طبيعي لما يحدث على أرضية الملعب، مش ممكن، مش معقول. اتعملت الكرة الأولانية من ورا خط ظهر النادي الأهلي، راح الجزيري انفراد كامل بالشناوي، الشناوي أنقذها، رجعت لبن شرقي، رقص الزبون، لعبها لتحت وانتو صغيرة، واتحطت في البعيدة، روعة. ايه ده؟ ايه الجمال والحلاوة دي؟ حلوة. التمريرة رايقة، والغزالة رايقة، والناس الحلوة سايقة، ما تقرب مني حبة، لا لسه شوية حبة، الطبلة دي، لا ده شلبي. ترجع على وسط الملعب مرة تانية، اليو ديانجي يلم كورته بحرفنة ويسقط طويلة وعالية عند حسام، وخطيرة، وهوبا، الله، حلوة، لسه بقول لحضراتكم الأداء اختلف،
الأداء اختلف. حسام حسن قطع قطعة روعة روعة روعة، البطيخة على السكين والقطعة حمرة حلوة 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 حلوة. ادي الكورة، وادي حسام حسن نطت الاتنين حط على صدره ولف بشماله، روعة 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 روعة. يا عيني على الجمال والحلاوة. بقول لحضراتكم الماتشات دي بتقلب في ثانية. محمد محمود طلع راح حسام على صدره، روعة 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 روعة. اليو ديانج من عبرات القرار، طلع محمد محمود على صدره حسام حسن ضيعوه، ويطلق الحكم الدولي الفولندي شيمون مارتشينياك صفارة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز نادي الزمالك على النادي الأهلي وحصوله على كأس مصر موسم 2021. مليون مبروك لنادي الزمالك، مجلس إدارته وجهازه الفني والإداري وكل لاعبيه وكل العاملين في نادي الزمالك الكبير على هذا اللقب العظيم والفوز الكبير المستحق. أيمن حفني هو كابتن فريق نادي الزمالك وأقدم اللاعبين الآن، سيد مندوب رئيس الجمهورية والمستشار مرتضى كالعادة لازم ياخد الكاس ويسلمه للعيبة. حاجة جميلة، روح طيبة، روح جميلة، أجواء بديعة جدا. شيكابالا يستلم الكاس عشان يروح، وادي أعضاء مجلس الإدارة ورا منه، واقف وسط أعضاء مجلس الإدارة. روح في وسط اللعيبة يا شيكا ويتمختر، اتمختري وتميلي يا خيل، ورايح في وسط لاعبته. هو ده الكلام، ورايح شيكابالا في وسط فريق نادي الزمالك الحائز على بطولة كأس مصر موسم 2021.